هنقرب اكتر ايضا من تفاصيل النادي الاهلي من خلال طبعا شبكه مراسلنا والزملاء الاعزاء المتواجدين في الامارات العربيه المتحده. ننتقل الان للحديث عن النادي الاهلي وكل ما يخص ايضا النادي الاهلي من خلال الزميل العزيز ابراهيم عمر المرافق لبعثه النادي الاهلي ويعني تغطيه كل ما يدور في معسكر النادي الاهلي. ابراهيم بمس عليك وجمعه مباركه واكيد عندك تفاصيل كتيره جدا فاتفضل. تحياتي ليك زميلي العزيز محمد غانم وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يمكن النهارده احنا في بدايه اليوم وان شاء الله يكون يوم جميل على الكره المصريه، مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. يمكن احنا متواجدين الان امام مقر اقامه النادي الاهلي، يمكن الاجواء هاديه جدا يا غانم، يعني في بعض المشجعين اللي جايين نفسهم يشوفوا اللعيبه قبل ما ينزلوا، بس يمكن اللعيبه موجودين في جزء تاني وبعيد خالص عن اللوبي وبعيد عن المناطق اللي او المنطقه اللي هي بتكون زحمه موجوده مثلا نزلاء الاوتيل او مثلا اي حد من المشجعين. لا، اللعيبه موجودين بالمناسبه في الجزء اللي ورايا، الجزء اللي ورايا ده المكان المخصص لعيب الاهلي ومعزول عن باقي الفندق. يمكن احنا لعيبه الاهلي النهارده هتتناول وجبه الغداء الساعه 4:30، هيكون في محاضره الساعه 6:15، وبعديها على طول لعيبه النادي الاهلي تتجه للاستاذ محمد بن زايد بعد محاضره كولر ليهم بعد يعني في الساعه 6:15 المحاضره من كولر، بعدها يتحركوا على ملعب محمد بن زايد. المسافه ما بين الملعب وبين مقر الاقامه حوالي 30 او 35 دقيقه غانم. يمكن دلوقتي وانا بكلمك جت العربيه اللي هي المسؤوله اللي هتنقل ادوات اللعيبه ولبس اللعيبه على ملعب محمد بن زايد وعمال غرف الملابس اللي هيتجهوا معاهم لتحضير اوضه لبس النادي الاهلي. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من مقر اقامه النادي الاهلي، وكلمه تعود اليك الزميل العزيز محمد غانم، تفضل. دي كانت اخبار النادي الاهلي من خلال الزميل العزيز ابراهيم عمر.